يقول لك عندك طيارة الماس بتاعتها 1.6 times 10 to the power of 4 كيلوغرام، ومديك المساحة بتاعة كل وينج بتاعة كل جناح، تمام 40 متر سكويرد. بيقول لك during level flight، ماشي، ونركز قوي على موضوع level flight ده عشان نفهم منه ايه هنطلع منه بايه بالظبط. بيقول لك البريشر اللي على اللور وينج كان بالايه بالفاليو دي. دلوقتي المطلوب بتاعنا بيقول لك افرض ان الليفت فورس دي، تمام، كانت بسبب بس وجود الايه البريشر ديفرنس. عايز يعرف البريشر اللي على الايه الابر وينج سيرفيس. هو هنا بيقول لي ديورينج ليفل فلايت، يعني ليفل فلايت، ليفل فلايت شباب معناها ان الليفت فورس هي بتكافئ بالظبط الايه الوزن بتاع الايه الطياره دي، الايه اللي انا طلعت بيها بكلمه ايه ديورينج ليفل فلايت. فانا دلوقتي هو عندي الوينج بتاعه هو شباب، تمام، دي اللي احنا طبعا عارفين من تطبيق بالنولز ايكويشن ان انا مفترض عندي هنا البريشر بيبقى اعلى من البريشر فوق. ليه؟ لان الفيلوسيتي بتاعت الستريم لاينز هنا تبقى اقل من الستريم لاينز اللي فوق بعد لما بتطبق بالنولز ايكويشن. وطبعا انت بتنجلكت الثيكنس بتاعت الوينج، فانت بتلاقي عندك ايه، بتلاقي عندك ان البريشر ديفرنس هو ايكوال للايه للفيلوسيتي ديفرنس عندك. فده بيخلق لك حاجه اسمها الايه الليفت فورس. الليفت فورس كانت في انهي اتجاه؟ تبقى الاتجاه بتاعها ايه لفوق. فاحنا بيقول لك اللي هو الليفل فلايت ده الليفت فورس دي لازم تكافئ الايه يا شباب؟ الاف جي بتاعت الايه؟ الطياره كلها، تمام؟ حلو. فالليفت فورس دي يا شباب لما بنيجي نحسبها بنحسبها على الايه؟ تو وينجز بتاعتنا، ماشي؟ فيا اما هو يديك المساحه بتاعت الوينج كلها، يا اما بيديك المساحه بير وينج وتضربها ساعتها في ايه؟ في اتنين. فانا بالتالي اللي انا عارفه يا شباب ان الفورس بتاعت الليفت هتساوي الاف جي، تمام؟ والفورس بتاعت الليفت دي عباره عن ايه؟ البريشر ديفرنس في الايه في 2 ايه في الايه في دبل الاريا اللي هو مديهاني، ان هي ايه زي ما احنا قلنا اللي هي على الايه التو وينجز مع بعض. الكلام ده بيساوي الاف جي، الاف جي بكام؟ تبقى عباره عن الام بتاعتي في الجي، تمام؟ حلو. طب الكلام ده بقى عشان بالتفصيل اكتر هيبقى عباره عن البي 2 اللي هي الاكبر ماينس البي 1 اللي هي الاصغر مضروبه في الاثنين ايه بتساوي الام جي بتاعتي. كل الارقام دي جيفن بالنسبه لي وكلها جيفن كمان بالايه بالاس اي يونتس بتاعتي، فانا اعرف اعوض بيها بكل بساطه واعرف احسب منها يا شباب، اعرف احسب البي ال1 اللي انا ايه مش عارفها. احسب البي 1 تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا ب 6.6 تايمز 10 تو باور اوف كام؟ 4 باسكال. ويبقى ده الايه مطلوب مني في المساله.